السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه آه إن شاء الله يوم حلقة الله حلقة رقم واحد اثنين وخمسين دي ردة فعل المشركين على إسلام عمر دي, دي لا قلنا لا كفار الله بدير آخر حلقة سجلها معنا حلقة رقم واحد وخمسين قدم الله يعني اسلام عمر بن الخطاب دي بن عنه ردت فعلنا يا مشركين عمركم صلى الله عليه وسلم يوم ان شاء الله دي بلك الله والحلقات اهميه بديبا علمي لا تطور دي انا اسلام حصل بإسلامنا يا عمر وتوم المسؤولية يعلوني لكن حقه تاسلمه مغبا كردت فعلنا يوم معلت لكن نريتهم. ردة فعل المشركين على اسلام عمر. كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام. فلما اسلم ذهب الى اشد الى اشد قريش عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايذائه للمسلمين. يعني عمر واسلم رضي الله عنه لجماعات اشد الظلم واشد ايذاء مدرات واذيات لو ودع الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين دي قيسة. ومنهم اوروبا مسلمين لتنكيل وعذاب وكيل وودعوا على المسلمين لعذبوا على المسلمين لارتعدوا على ابو جهلته. فدق بابه، والباب دابته عمر بن الخطاب ما تأكر باب ابو جهل دابته فخرج وقال اهلا وسهلا ما جاء بك احبابك تهمت اكا هل ما تاكلوا بلالا لا قال جئتك لاخبرك أني آمنت بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأغلق الباب في وجهه وقال قبحك الله وقبح ما جئت به اللي عمر بن الخطاب اللي كبار المجرمين اللي مره مفتر على أذية النبي صلى الله عليه وسلم وقل مسلمين ودعوا له قول لهم عمر بن الخطاب الله أنا أسلم يا أبو جهل. بابنا أبو دكتور دبطة وأبو كبت أكا حبابك ما متأتكم أنا خبرك هابرل 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 ولا خبر اللي هيني أنا منكو بربي ومحمد صلى الله عليه وسلم كم سنة بيت ورسولت من رب العالمين تي بيليو دح كما دحاني يعني يعني كما أكيد وداني أو دحاني تتنحكا أو متأكا أبدأ أبسنتي ما كما تلو الله وجهك قاعد كلا أبهر ببي ليو وبلا خبر لما تأكى كلا بابو أديبو كم سليهما عمر بن الخطاب مباشرة ذهب إلى خاله العاص بن هاشم فأعلمه فدخل البيت كم سليهما أورو أن كل ود علو العاص بن هاشم أديبو جيسا كبي يا أخي أنا أسلم كل خبر السري اللي مهين لبابو قفلة وذهب إلى جميل بن معمر الجحمي كذلك اللي جميل بن محمد بن معمر دي بوغيسا وكان انقل قريش الحديث لا أحنق على الانسان على بعض حاتوا طوال لا سمعك معك آه خبر دي بعض من قبي ننتشر كما دي با دي, بقى دي بقى زمان اللي هلا لا خبر بتوسع حديك فلان عم تحون كل يعني مستعدين تم قدرتهم لما كان يقولوا يوم اللي حصلت ويوم اللي بيروا يوم كان خبر بكى وممكن تغسل أجر ولا عربية ولا مشوار جيس أو لا تليفوني تلفون يردت من قبل خبر قلها أبو باس نفس النوعية اللي منه من اللي على اللي آه العاس بن هاشم نقوله وإنسان الأخبار اللي على فأخبره أنه أسلم فنادى جميل بأعلى صوتي لين يعني طوال وع على صوته ان ابن الخطاب قد سبى، فقال عمر كذب ولكني قد اسلمت، كذب ولكني قد اسلمت، سبى يعني اسلام أطبق لكن تبي لي لا ليكو انا آمنك واسلمك بلي، فثاروا اليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، في معركه توم وتوم وعمر ونقاتلوا سوره حيفا قاتلوا ولما رجع إلى بيته اجتمعوا وزحفوا إليه يريدون قتله عمر وبيته أقبل اجتماع ودو ويلو بس اللي نفر هنا لي والكينا من قبل لدعوات قبتي جيت وأرادوا أن يقتلوه يعني وكان يريدون قتله حتى سال بهم الوادي كثرة يعني مجامع بدوح قدام بدهام حيد ندا ناس اندا 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 صفوف او ندا لدقيه دلو ندا لتكببو ندا لأسيرو سفوف ندا قبقو ساق بيت عمار ندا قيسو آه لحليل ولا لا لقادم مال لأبوم آه و جاء العاس بني وائل السهمي اللي هو اللي يعني العاس بن وائل السهمي تماطا من بني سهم قبيلة بني سهم منهم على وكانوا حلفاء بني عدي قوم عمر بن الخطاب جلد على قلوم سلق قبيلة عمر بن الخطاب مثل جماعته مثل عدو وعليه حلية حبرة وقميص مكفوف بحرير البصل لا وسعرات لي آه وإلى آه بن وإلى السهمي فقال مالك لك هل كاتم قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت قال لا سبيل إليك ثم خرج فوجد الناس قد سال قد سال بهم الوادي كما سير كما وحيد قدامنا الهير الاحرى عمر قال له ولكن هالكات من بيريل عمر بن الخطاب والله انا يعني اسلمك ولا عدك ولا جماعتك كلب له لو بيلي ولكن يقدر يجيب كهراس انا ظل الصوم من كابيلي ولي واجهت واجهتهم على وطوالي بالله هلا لا سبيل اليك ثم خرج فوجد الناس قد سالوا بهم الوادي فقال اين تريدون قالوا هذا ابن الخطاب قد سبا يعني عمر بن الخطاب أسلمه قال لا سبيل اليه فرجعوا اذا ممنو ما ما تقربوه قالت بن ديبوي تقربوا بيلا وجهو مسموعته و وبلا الله سبحانه وتعالى شرهم كفيو الا نردت فعلنا يوم علت دي بلا انتي تلي حلقة, حلقة, حلقة تلا دي عزة الاسلام والمسلمين بإسلام عمر إلى جدّنا رأيتوا، وسقدّي بحلقة لها. دحرم أمر حضرةكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.